أنت تعبد حينما ترجع إلى نفسك في محاورتك، تقول أنا والحمد لله أعبد القادر، أقدر أعبد العزيز، أعبد ربي رب العزة عما يصفون، أعبد فاطر السماوات والأرض، أعبد من يقول لشيء كن فيكون، أعبد الشافي، أعبد المعافي، أعبد من يحمل هذه الصفات التي تنفعني حينما أتقدم إليه متضرعاً خاشعاً ذليلاً. لو أن واحدنا خلا بنفسه ثم قال، صار يعني يتحاور مع نفسه فيقول الآن هذا الخلق العظيم من بني آدم، هذا الخلق العظيم هم الآن مختلفون، منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد غير الله، إما أن يكون اليهود يعبدون عزير وغير عزير، والنصارى يعبدون المسيح عيسى بن مريم، والمجوس يعبدون ما يعبدون، ومجموعة كبيرة من الهنادكة أو من البوذيين أو من الدهريين. هؤلاء المجموعة ممكن الإنسان أن يخلو بنفسه ويقول لماذا أقول بأن هذه الأمم كلها شقية وباطلة وأنا الذي على حق؟ لماذا لابد أني أعلم لماذا أكون على حق؟ طيب نستعرض الآن، أولاً حينما أنت تدعو أليست دعوتك إلى إلهك دعوة ترجو بها أن ينفعك وأن يسعدك وأن يغنيك وأن يعزك وأن يجعلك على هدى مستقيم؟ بلى. طيب هذا الذي يدعى من غير الله هل يستطيع أن يعطي هذه العطايا وهذه المميزات؟ هل يستطيع أن يعطيها أحد غير الله سبحانه وتعالى؟ أنت يا عبد الله أيها المسلم التقي الصالح، من تعبد؟ أنت تعبد حينما ترجع إلى نفسك في محاورتك، تقول أنا والحمد لله أعبد القادر، أعبد العزيز، أعبد ربي رب العزة عما يصفون، أعبد فاطر السماوات والأرض، أعبد من يقول لشيء كن فيكون، أعبد الشافي، أعبد المعافي، أعبد من يحمل هذه الصفات التي تنفعني حينما أتقدم إليه متضرعاً خاشعاً ذليلاً، أرجو رحمته وأخشى عذابه وأتضرع إليه ويكون مني ذلك كله. هو سبحانه وتعالى قادر على ذلك كله. نرجع إلى الآخرين الذين يعبدون الأصنام، يعبدون عزير، يعبدون المسيح، يعبدون من يعبدون ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ثم بعد ذلك تنظر هل حقيقة وما يقتضيه العقل، هل حقيقة أنني أفضل منهم؟ صحيح أنت أفضل منهم، وليس ذلك على سبيل الادعاء بل على سبيل الحقيقة. أنت تتجه إلى من يقدر أن ينفعك وأن يشفيك وأن يعطيك ما تدعوه وهو قريب إليك، بينما أولئك من يتجهون إليه يتجهون إلى من أنت أقدر منه، لأنه قد مات وانتقل إلى حياة غير حياتك، وأنت لا تزال قادر على أن تذكر الله، على أن تهلل الله، على أن تحمد الله، على أن تصلي، على أن تصوم، على أن تزكي، على أن تحج، وكل ذلك ينفعك وهو في قبره لا يستطيع أن يقول الله أكبر. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع، ما عاد يستطيع يعمل شيء ولا عاد يستطيع يقول شيء ينفعه في حياته وآخرته. وأنت لا تزال متمتعا بعقلك وبقواك، بسمعك، ببصرك، بعقلك، بقدرتك، بإدراكك، كل ذلك والحمد لله لا تزال متمتعا به. فإذا يا أخي أنت أقدر من هذا الذي يدعى، بينما رب العزة والجلال
حي قيوم قادر عظيم سميع غني، يقول لشيء فيكون، فاطر السماوات والأرض، بيده ملكوت كل شيء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فإذا يا إخواني ينبغي لك أن تحمد الله وتقول الحمد لله الذي هداني لهذا، وما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله. والآية الكريمة تقول في الطريق الجمع الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا مهتدين. فعلى كل حال الحمد لله، نحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذا الدين المبارك، هيأ لنا هذا الرسول الكريم الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة من الله، أرسله إلينا بشيرا ونذيرا، وهو سبحانه وتعالى أرسل معه هذا الكتاب الحكيم الذي لا ريب فيه، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فإذا يا إخواني لا شك أننا ننعم بنعم عظيمة، وفي نفس الأمر ينبغي لنا ونحن نتجه إلى الله سبحانه وتعالى ونخلص العبادة لله، ونعتقد أن كل مخلوق مهما كان، سواء كان نبيا مقربا، نبيا مرسلا، ملكا مقربا، سواء كان عبدا صالحا، هو في الواقع إن كان حيا فكون مثلا يدعو أو يشركنا معه في دعائه الحمد لله، وأما إذا توفي وانتقل فلا يجوز أن نتعلق به مهما كان، فنحن أحيا وهو ميت، هو لا يقدر على ما نقدر عليه، فكيف نتوجه إلى من هو عاجز عن نفع نفسه ونحن أقدر منه على نفع أنفسنا. فعلينا يا إخواننا أن يكون منا شعور بنعم الله علينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فعلينا يا إخواننا أن نحمد الله سبحانه وتعالى.